الفروض المقدرة في كتاب الله، فروض مقدرة في كتاب الله ستة. واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب، على ما قسم في الفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى الفتة. أوقف. الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ ستة. تحفظها، نصف وربع وثمن، ثلاث مرات، ثلثان وثلث وسدس. تعيد، عارف عربي؟ الله المستعان. طيب، لا تنام، نصف وربع وثمن، ثلثان ثلث سدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سوى البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ، فكل حافظ إمام. مفهوم؟ نعم. طيب، يذكر الشيخ مسائل. أصول المسائل عند علماء الفرائض كم؟ أصول المسائل ما حد يعرف إخواننا فرائض. طب إذا ما تنسى ماذا تصنع؟ مر بي يوم نحن ندرس الفرائض، وتعرف يعني تسطير ودفاتر وصح وخطأ وأرقام وكذا. مر بنا رجل يوم من الأيام، وهذا الإشكال عندنا أن يتكلم الرويضة ويسمع بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مر بنا نظر جاهل، جهل مركب. نعم نعم، جاهل جهل مركب. نعم، مر قال: إيش هذا؟ سأل أحد الطلاب قال: إيش هذا؟ قال: هذا فرائض. قال: نعم. تتكلم عربي؟ قال: إيش؟ قال: فرائض. قال: ما معنى الفرائض؟ قال: مواريث. قال: ما معنى المواريث؟ قال: قسمة التركات على مستحقيها، إذا مات إنسان نقسم التركة على الورثة. قال: ما شاء الله، تدرس الفرائض؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، الناس يقتلوا ويموتوا من البرد وكذا، وأنتم تقسموا التركات هنا؟ طيب ماذا تريد؟ طب أنت ماذا تصنع أصلا؟ كلم نفسك يا أخي. فأنا قلت له: اسمع، هؤلاء الذين يموتوا نحن الآن نقسم تركاتهم والحمد لله، أنت إيش تصنع؟ صحيح ولا لا؟ سددنا ثغر الحمد لله. نعم. طيب، أصول المسائل سبعة: اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، أربعة وعشرين. هذه ذكرها المؤلف. ماذا أصنع؟ أنا لابد أذكر ما يذكر المؤلف. أصحاب النصف خمسة. أصحاب النصف كم؟ خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت الأب، هؤلاء أصحاب النصف، انتهى الأمر. أصحاب الربع: غرفة الزوجية، وارتاح. من؟ الزوج، الزوجة فأكثر إلى أربعة. نعم، هذه غرفة الزوجية، هم أصحاب الربع، انتهينا. الثمن معروف لمن؟ غرفة الأرامل، صحيح؟ الزوجة أو الزوجات، انتهينا. الثلثان، أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين لكن إلا الزوج. هنا قلنا بنت بنات ابن، بنت بنات، بنت ابن بنات ابن، أخت شقيق أخوات شقيقات، أخت لأب أخوات لأب. أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، بشرط أن يكونوا جمع.
والحمد لله. انتهينا من أصحاب ثلثين. أصحاب الثلث الجمع من الإخوة لأم والأم، انتهى. أصحاب السدس الأب والأم والجد والجدة، ولد الأم، بنت الإبن فأكثر، والأخت لأب فأكثر. الحمد لله رب العالمين، انتهت الفرائض. صدق لو تضبط يعني مسائل قليلة لا تستغرق منك أحيان يوم واحد، بإذن الله تضبط الفرائض. أفو طيب. الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع الذكور مع الإناث، إلا الإخوة لأم قال الله سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث. طيب ذكر أصحاب السدس وكذا، نحن ذكرنا ولله الحمد الآن. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. الفرض أخذنا، الفرض في نص الكتاب ستة، الفرض المقدر أخذنا، بقي معنا التعصيب الذين يأخذون الباقي. قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر العصبة ونحن عصبة ذكور، كل العصبة بالنفس ذكور إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة صنعت ما يصنع الرجال. مفهوم؟ نعم. العصبات ثلاثة، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره، عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره. نعم. ذكر هو درجات العصوبة البنوة ثم الأبوة الجذوذة ثم الأخوة بنوهم ثم العمومة بنوهم ثم الولاء. ثم جاء المؤلف بباب العتق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار. ذكرنا أن بعض الفقهاء رحمهم الله يجعل باب العتق آخر باب في كتاب الفقه، وبعضهم يختم بالإقرار كما صنع المؤلف رحمه الله. العتق تحرير الرقبة وتخليص الرقبة من الرق، عندنا دخول الناس في الرق وخروج الناس من الرق. كيف يكون الدخول؟ من يعرف كيف يدخل الناس في الرق؟ فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الذي يفر من عبودية الله يقع في هذا الرق. الدخول في الرق في الإسلام من طريقين لا ثالث لهما والله أعلم. الخروج من الرق في الإسلام كثير، لو تنظر الآن مثلا وجود الرق قليل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الرق في ازدياد، لا، لأن الدين الإسلامي والشريعة تتطلع وتتشوق إلى العتق. كان الجاهلية يستعبدون الناس ويدخلونهم في الرق، وجاء الإسلام لإخراج الناس من الرق وإخراج الناس من عبودية الخلق إلى عبودية الخالق فيها عزة. وبقي دخول الرق من طريقين، أغلقت كل الطرق إلا أسر الحرب والجارية إذا أنجبت من غير السيد يعني المملوكة. هذا الدخول في الرق. انتبه، هناك من يريد من أهل الإسلام أن يقعوا نسأل الله العافية والسلامة في الزنا ويقولوا رق أبيض ورق كذا ورق كذا، كذب. الدخول في الرق من طريقين. متى استرققتم الناس؟ قال وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
الرق يكون من طريقين: أسرى الحرب فيما يجعل السلطان على ما ذكر الفقهاء. الثاني الجارية المملوكة الأمة، إذا أنجبت من غير السيد كان الولد هذا عبد. أما الخروج من الرق كثير جدا. كيف يكون العتق؟ يكون بالقول وبالفعل وبملك ذي رحم يحرم وطئه ولو قدر أن أحدهما أنثى، وبالسراية. كيف يكون العتق؟ بالقول تقول للعبد أنت حر، انتهى الأمر. هذا بماذا؟ بالقول. بالفعل بالتعدي على العبد. ماذا صنع السيد بالعبد؟ قطع أنف العبد. فالعبد هنا حر مباشرة، لا يحتاج إلى شيء، قطع أصبع العبد، أنملة. نعم، مفهوم. إذا تعدى السيد على العبد ومثل به فالعبد يكون حر. هذا خروج من الرق يكون بماذا؟ بالفعل. طيب، قص أظافر العبد يكون حر؟ جزاه الله خير. نعم، هذا من الفطرة، مفهوم. طيب، هذا الأول بالقول يقول السيد للعبد أنت حر. الثاني بالفعل بأن يمثل السيد بالعبد، قطع الأطراف، قطع الأنف، قطع الأذن مثلا. الثالث ملك ذي رحم يحرم وطئه ولو قدر أن أحدهما أنثى. أعان الله يا أخي، قم. سبحان الله، انتبه لنفسك يا شيخ، لا تغمض عينيك، كلم شيخ مصطفى، كله لا يغمض عينيه، انتبه. أنا أرى أغمض عينيه. نعم يا شيخ، الأول بالقول والثاني بالفعل تمثيل بالعبد، والثالث إذا اشترى من يحرم وطئه بنسب ولو كان أحدهما أنثى، ولو قدر أن أحدهما أنثى. مثال، بالمثال اتضح إن شاء الله تعالى. وجد في الرق والده واشتراه، مجرد ما يدفع المال يكون الأب حر، لأنه يحرم وطئه لو قدر أن هذا أنثى أو هذا أنثى. صحيح. وجد الأم فهي حرة، الأخت أوقف، الأخت، الجدة حر، أجلس، الخالة، العمة، بنت الخالة. لا، لأنه يصح النكاح بها، مفهوم. الخال حر، العم حر. نعم، واكر، اجلس. السراية، ما معنى السراية؟ اشترك انا والشيخ في شراء عبد، دفع هو 9000 يورو وانا دفعت 1000 يورو، فجئت وقلت اعتقت نصيبي في هذا العبد كم؟ 10%. صحيح. فالآن الشرع يلزمني أن أدفع لهذا البقية حتى يكون العبد حر، لأن الشرع متشوق إلى العتق، مفهوم. فإذا اعتقت نصيبي في عبد ألزم باعتاق بقية العبد ويكون بهذا حر. طيب، هناك أسماء للرق: قن. قن هو العبد المملوك، كله مملوك سواء لشخص أو لأشخاص. الثاني المدبر، الثاني مدبر هو من علق عتقه على إدبار السيد من الدنيا، يعني السيد يقول للعبد
إذا أنا أدبرت من هذه الدنيا فأنت حر. تجد العبد يدعو ليل نهار أن هذا يموت، مفهوم؟ هذا من المدبر. والمعلق عتقه بالستر، قال إذا دخل شهر رمضان فأنت حر، معلق عتقه بالستر، إذا حفظت القرآن فأنت حر. المكاتب يأتي العبد للسيد ويقول أكتب أنا وأنت عقد على أن أدفع لك أقساط، متى ما أتممت هذه الأقساط أكون حر، فيكتب عقد. هذا يسمى مكاتب. أم الولد هي الجارية تسرى بها السيد بشروط مدونة في كتب الفقه، فإذا تسرى بها وأنجبت ولد يحرم عليه بيع هذه الجارية، وإذا مات تكون حرة. نعم. نكتفي الله أعلم بهذا المقدار. بعد صلاة المغرب بإذن الله نبدأ في معروف يا أخوانا، سبحان الله، جاء أحد الطلاب إلى عالم من العلماء فقال الشيخ إن شاء الله تحضر زواجي يوم الخميس القادم، هذا الطالب مو أنا، نعم، فقال تحضر إن شاء الله زواجي في الأسبوع القادم في يوم الخميس، بماذا يعني تنصحني؟ قال بقراءة كتاب مسكين، قال بقراءة كتاب الطلاق. قال الشيخ انتبه أنا أتزوج. قال أعلم، اقرأ كتاب الطلاق أكثر ما يكون، وأرادوا أعداء الإسلام منا هذا، أقل خصومة طلق. ويأتي أحيانا للشيخ قال يا شيخ صنعت وصنعت وصنعت وصنعت، طب ماذا يريد منه؟ يريد منه كلمة طلق، يرجع إليها أو الأهل، قال الشيخ هو اللي الثاني، وتحصل خصومة. وقلنا لكم هذا عبادات ثم بيع ثم نكاح، وإن تقولوا قال تسمع لقولي، يذكر بعض العلماء وأن يقولوا تسمع لقولي يتكلم بكلام سبحان الله عند الخطبة، قال أنا طالب علم وكذا ومؤدب والأمور الصلاة في وقتها وكذا، بعد أن يتزوج ترى الذي لم تراه في حياتك. صحيح أخوانا، يعني هذه الكتب ينصح من كان مقبلا على الزواج أو متزوج، أما الذي هذا لا يحضر معنا، مفهوم؟ وأسأل الله من فضله. طيب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. Thank you.